بخ تلفون مع المسلمين ديش. ولذلك الواجب على المسلم انه يبعد من الناس ديل عشان يسلم لك دينك، لابد تبعد منه. والناس اللي اصلا كان عندهم شيء بيقدموه كان قدموه، الناس اللي لافين في الجامعات ديل، فهمت؟ من زمن فاطمه احمد ابراهيم هلكت قبل ايام، وفي واحد بتاع اس 24 قال لها توفيت اليوم المناضله وما اعرف شنو كده، فاطمه احمد ابراهيم وربنا سبحانه وتعالى يغفر لها. يا ذا ربنا قال ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. والشرك بتاع ده يسمى بشرك التعطيل، ملحده شيوعيه. لا تؤمن بالله ولا تؤمن بالدين، فهمت؟ قالت المرأة إذا زنت فإن الله لا يحاسبها لأن سياسة الحاكم هي التي دعتها إلى ذلك. دي مسلمة دي؟ طيب يا أخواننا زول، قالت المرأة إذا زنت لتطعم أطفالها ربنا ما حيحاسبها لأن سياسة الحاكم هي التي دفعتها إلى ذلك. طيب نفترض معاها إنه الإنسان جعان، طيب السؤال المنطقي، الجعان بيقدر يزني؟ ده ما سؤال ذاته. الجعان بيقدر يزني؟ نازل بيتكلموا كيف ذاته، فهمت؟ من ناحية بيولوجية كده من ناحية بيولوجية الجعان بيقدر يزني، فهمت؟ وكلام ذاته كلام غريب، كلام بتاع إلحاد، كلام بتاع كفر. قالت المفسرين فسروا القرآن لمصلحتهم الخاصة، وقالت إنه بعد ما درست القرآن وقرأت التفاسير اكتشفت. دي فطومة الهالكة، فطومة وين الشيوعين؟ ولا بكونوا مشوا الصيوان، صيوان العزة. طيب الشيوعين لما تشيلوا الفاتحة، وطبعا دي بدعة ذاته بدعة، ولو بجوز كان شن عليها الكافرون، لكن ما بجوز، الفاتحة ذاتها بدعة، كويس؟ أنت لما تشيل عليها الفاتحة بتقول منو يرحمها يا شيوعي؟ بيقول يرحمها منو؟ يرحمها لينين؟ ولا يرحمها ستالين؟ ولا يرحمها جرباتشوف؟ ولا يرحمها منو؟ يرحمها منو؟ انت بتؤمن بالله؟ ها؟ هل هي كانت متعرضه لرحمه الله سبحانه وتعالى؟ شغاله معارضه للدين ويقول لك المناضله ولا بد من انتزاع حقوق المراه التي سلبت منها، السلب منها حقوق منه؟ المراه، فهمت؟ لكن عشان تعرف الالحاد واللعب بتاع الشيوعين، فهمت؟ ودي ما بجوز الانسان يترحم عليها، ما بجوز لك. والشغله دي دين، ما شغل بتاع سودانية. يقول لك يا اخي ما خلاص ما مات، السودانيين ديل عندهم حساس زايد ولا كهرباء زايده؟ يقول لك لا يا اخي ما خلاص ما سوداني مات. وانت قال لك اي زول مات ماده بترحموا عليه؟ انت بقيت زول داعيه للضلال والباطل، ما بنترحم عليك. دي الايه عندك، فهمت؟ عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام في البخاري لما مات عمه أبو طالب، لما حضرته الوفاة وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وهو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهو يقول وهما يقولان له ترغب عن ملة عبد المطلب، ترغب عن ملة عبد المطلب، فما زالا يكرران عليه ذلك حتى قال آخر ما كلمهم عليه هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحبب، ونزل قوله تعالى وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بعدين الشيوعين ده الناس ما بيؤمنوا بالله ذاته، ما بيؤمنوا بالله، فهمت؟ عشان كده لما الشيوعين عملوا المؤتمر الخامس بتاعهم، الناس دي قالوا نحن ما زلنا على ماركسيتنا، المبدأ الماركسي الذي يقول فالشيوعية تلغي الحقائق الأبدية، تلغي الأديان والأخلاق عوضا عن تجديدهما. ما بيؤمنوا بأي دين، فهمت؟ ده كلام ماركس في البيان الشيوعي بتاعه. ولينين قال الدين أفيون الشعوب، ودي حاربت الدين وحاربت تعاليم الإسلام عمره كله، حياته كلها كانت بتحارب في الدين، فهمت؟ لغايه ما نميري
انقلب على الشيوعيين بعد ما كان في ابتداء أمره معهم، بعد ذاك انقلب عليهم وكتل راجيل الشفيع أحمد الشيخ. الشفيع أحمد الشيخ كتلوا نميري جزاه الله خير، وكتل معاه البليد داك عبد الخالق محجوب، واحد اسمه عوض مين، مجموعة من الأشفوت، وديل أصلا شالوا شيوعية، شالوها من مصر كما جاء ذلك في كتاب ومشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاه لأحمد سليمان المحامي، كتب الكلام ده وأخذوها من الحركة الشيوعية المصرية لمن كانوا طلبة، عرفتها؟ والزول جاب الشيوعية أصلا من ألمانيا ونشر عبر مصر واحد ألماني اسمه هندري كوريل، كلام ده بتلقاه في الكتاب ده من 3 أجزاء احنا قريناه والحمد لله كله، فهمت؟ وقال تاب من الشيوعية وذكر كلامهم كله، وبعد ذاك جو الشيوعيين بالقطر، وأول خلايا كونوها الشيوعيين في السودان كونوها في عبرة، وكونوها في مدني، ويقول لك نحن جايين من أجل الطبقة الكادحة، ده الشعار اللي بيغشوا به والناس المساكين، يقول لك نحن جينا من أجل ديكتاتورية البروتاريا. طبعا الشيوعيين ما بيؤمنوا بالديمقراطية، الشيوعي اللي بيقول الشيوعية تؤمن بالديمقراطية ده فوق انه زول كافر، زول بليد وزول جاهل بمنهجه، لانه عندهم الشيوعيين انه الطبقه الكادحه دي حيجي يوم من الايام هي حتستلم السلطه وحتشيل الاموال والسلطه والامتيازات بتاعت الطبقه البرجوازيه اللي هي الطبقه المقرشه، عرفتها؟ وعندهم حاجه اسمها الديالكتيك، الديالكتيك ده هو التفسير المادي للتاريخ، أن تفسر حوادث التاريخ على وفق مادي، ما في حاجة اسمها دين، بس بشغل بتاع مادة بس، عرفتها؟ والكلام ده يطول، لكن الشيء اللي خلاني اضطراني أتكلم عن الموضوع ده إنه الموضوع بتاع الإلحاد ده، فهمتها؟ وعندهم كلام كثير، وبعد ما نميري كتل الزول ده، في واحد تبع نميري كان في البرلمان، الكلام ده قبل 6 7 سنة في البرلمان بتاعنا ده ذاته، وكان فطومة دخلوها البرلمان، ما عارف دخلوها دارين يشربوها شاي، المهم ولقت تبع الزول تبع نميري ده كان مشارك في قتل زوجها الشفيع احمد الشيخ، ويقال ان الاتحاد السوفيتي تدخل حتى لا يقتل النميري الشفيع، والنميري قام قال لهم انا قتلته، زمن ذاك ما قتلوا، بعد ذاك وداهم الذخيره، عمل لهم محاكمات 5 دقائق ولا 3 دقائق، فهمت؟ ونجمهم كلهم جزاه الله خير، وهذا من ارجى الاعمال التي نرجوها لجعفر النميري، نسأل الله انه يرحمه. برضه نشف ريق ذاك اسمه بتاع الجمهورين محمود محمد طه، ليل ليله بيجوا يكوركوا جزاه الله خير، وقاموا عملوا معاه لغاء، قال له انت ندمان على انك قتلت محمود محمد طه؟ قال ابدا، اصله ما ممكن اندم على قتل زول زي ده، قال. وقال له الان السلطه عندي والزول ده حي دلوقتي، قال، او في واحد زيه، قال برضه حقتله جزاه الله خير، فنجموا ليك نشف لك ريقه. دي لما لقت البرلمان ده الكتل الشفيع احمد الشيخ راجله، قالوا دار تقشط وكف لغايه ما حجزوها، فهمت؟ عشان كده في جامعه الجزيره قبل اكثر من 10 سنوات الترابي شغال ندوه، ودي برضه شغاله ندوه في جامعه الجزيره، فقام الترابي قال دعوها انها ارمله، قال، عرفت؟ ودي بتكورك بجاي، فهو الساكت ديل كلهم ملاحده، ترابي وفطومه أرجى الراجل في الحزب الشيوعي والشفيع أحمد الشيخ والكافر الأول ذاك نقد وغيرهم من المجارم، فهمت؟ والموضوع ده بيطول، ونحن دارين الملحدين ده يورونا فهمهم شنو في الدين ده، وهل الدين ده نافع ولا ما نافع، ولا رأيكم شنو، ولا ده ما معنى الإلحاد، ولا رأيكم كيف؟ فنفتح فرصة للمداخلات أو التعقيب أو الاستفسار أو الأسئلة المباشرة، فرصة مفتوحة. قبل شوية شايف لي كوشة بيجاي قاعدة بيجاي، فهمت؟ ما عارفة مشت وين، جات العربية خمتها ولا شنو، فهمت؟ لأنه الشيوعيين دي أدبياتهم، بيقول لك نحن مع الطبقة الكادحة، وعيوشة عيوشة تشرب من الجدول، تأكل من الكوشة، شمس الله طرطوشة، أرض الله برطوشة، عيوشة يقول لك، فهمت؟ وميري كلمينا ما عارف ليك شنو، هوا ساكت، كلام فارغ. وقالوا في الكولين بتاعهم مرة ولا دستة رجال، مرة ولا دستة رجال.